مددت المملكة المتحدة البرنامج التدريبي الخاص بالجيش الأوكراني أوربيتال، وذلك لمدة 3 أعوام حتى شهر مارس من عام 2023، وفق بيان صادر عن سفارة المملكة المتحدة في أوكرانيا. منذ 2015 اجتاز أكثر من 17,500 عسكري أوكراني اجتازوا دورات تدريبية قدمها مدربون عسكريون بريطانيون. في العام الماضي تم توسيع برنامج التدريبات العسكرية أوربيتال لينضم إليه مدربون من قوات البحرية ومشاة البحرية الملكية البريطانية.